ما عملت شيء غلط عشان انطرد من البيت. كل اللي عملته انه لقيت انه عندي وقت فراغ، فاستغليته في اني تعلمت مهنه وصرفت حالي، وهيني راح اشتري الادوات الموسيقيه اللي كانت ناقصتني، واذا شفت او سمعت عني اي شيء اعمل اللي بدك اياه. يا عمي، انه يعمل الولد او ما يعمل سؤال بسيط، بس القرار بيعتمد على كثير من الحالات والعادات الاجتماعيه اللي معقده حياتنا. انو افضل يابا؟ انه يشتغل 3 ساعات في عمل منظم في اجر منظم، ولا يقعد في البيت ويحط ايده على خده ويصفن عبين ما تبدا الدراسه؟ يعني كلكم كنتوا تعرفوا؟ ايوه يابا، كنا بنعرف، كنا بنستنى انه عماد ينجح ويكون قدوه لاخوانه كلهم. البدايه راح تكون متواضعه جدا، مكتب للترجمه، ترجمه الوثائق وبس، ونقوم بحمله اعلانيه لها بواسطه الاذاعه والصحف والتلفزيون. شو راح تكون النتيجه؟ طبعا راح تكون النتائج طيب. خلينا اذا نبدا بتحقيق احلامنا المتواضعه، بس بعد هيك راح تتوسع دائره اهتمامنا. هناك في برامج تعليميه، خطط تربويه، افلام وثائقيه تلفزيونيه، مجتمعنا بحاجه إليها، ووسائل اعلامنا بتتمنى تبثها او تنشرها، وانا معي بعض العناوين اللي ممكن اراسلها ونتعاون معها. شو رايك يا رولا باللي سمعتيه؟ في حد بسمع مثل هيك مخططات وبيقول لا؟ انا موافقه. الاولاد كبروا يا ثريا. انا شايفه كل اللي بتقوله بيطلع غلط، كل اللي بيقولوه الاولاد بيطلع صح، لانهم اولاد اليوم واولاد المستقبل، واحنا اولاد امبارح يا ثريا. صحيح يا ابو جواد، احنا اولاد امبارح، بس في من اولاد اليوم كمان زي اولاد امبارح واكثر. تعال معاي خلينا اوريك ابنك عماد قديش صار يفهم بالصناعه. طيب يا سيدي تفضل، تعال نشوف. تفضل.